ضيفتنا اليوم صممت وخططت ونجحت وخاضت مجال صعب جدا وقدرت أنها تتميز فيه. مين هي نجود المغير السهلي؟ الإجابة في تقرير سارة العوض. بداية مشواري كانت إلهام من الوالد الله يحفظه. الصعوبات فعلا موجودة في حياة أي رائد أعمال، أي رجل أعمال، أي شخص يبغى يبدأ حياته حيكون يواجه صعوبات، والصعوبات هذه طبعا مع الوقت دائما يتفادوها، سواء يتفادوها بالخبرة وغيرها. لكن اليوم بفضل طبعا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، طبعا احنا قدرنا نتخطى كثير من الصعوبات اللي واجهتنا زمان. هي من أوائل النساء الرائدات في صناعة المنتجات الإسمنتية في السوق السعودي. أطلقت مصنعها الخاص كأول امرأة سعودية تمتلك وتدير مصنع للمنتجات الإسمنتية في المدينة المنورة، والذي يعتبر إضافة للسوق المحلي والوطني. انتقلت بعدها إلى بوابة الاختيار التي تم تغييرها لاحقاً لتصبح التميز المختلف للتسويق، والتي تهتم بالأنشطة التسويقية، والآن أصبحت تعمل مع شركات عالمية ومحلية في جميع المجالات كالأزياء، الديكور والتجميل وغيرها، والذي دفعها لإنشاء مؤسسة منصة سين الخاصة بالتسويق للعلامات التجارية العالمية وإدارة المشاهير وغيرها من الحسابات الضخمة. معنا رائدة الأعمال نجود إبراهيم السهلي. عبر سكايب تنضم لنا نجود المغير السهلي، المؤسسة لمصنع المغير للمنتجات الإسمنتية والمؤسسة للتميز المختلف للتسويق. أهلا وسهلا فيك معنا في صباح الخير يا عرب. أهلا وسهلا فيك وجميع المشاهدين. أهلا نجود. نجود، منذ بداياتك في عالم الأعمال أكيد كان لوالدك الأثر الكبير في أنه تخوضي مجال كان ممكن نقول يعني حكرا على الرجال فقط. كيف شجعك والدك؟ كيف واجهتي التحدي كامرأة في هذا الوقت؟ بداية طبعا كان خلينا نقول أنا كنت موجودة مع والدي من الصغر، كنت دائما أروح معه على المصنع. بعد كذا لما هو وجد أنه أنا صار عندي هذا الشغف وهذا الحب بدأ يدعمني بالمعلومات. طبعا إحنا جدير بالذكر أنه أنا بديت من 2007 كشريك مع الوالد في المصنع، وطبعا كنت دائما اجي قبلها في ايام دراستي في الاجازات، فكنت دائما اشوف معاه العمل. بعد كذا لما صرت شريك صرت لا ادخل في العمل واعرف السياسات والاجراءات وغيرها. ب 2013 بدات مصنعي الخاص اللي هو الان تحت اسمي. يعني صرتي منافس لشركه والدك ولا مع بعض تشتغلوا؟ لا 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 انا ما صرنا منافسين لا. ابدا لبعض، بالعكس انا تناقشت معه ووصلنا لحل انه يكون عندي انا مصنع خاص فيه وتحت اسمي ويتم الدمج ويعطيني من خبرته هو دائما جميل جدا سواء بالخبره سواء بالمعلومات. ما شاء الله. طب نجود، ذكر اسمك رائده اعمال في تصنيع بلوك بركاني مختلف عن الموجود في السوق، كيف توصلتي لهذا المنتج وكيف كان كيف شفتي الاقبال عليه؟ طبعا حنقول كصناعيه احنا بنعمل دائما صناعيين بنعمل دائما ابحاث. في 2013 كانت وقت الطفره للبلوك وخاصه يعني البلوك بالعموم، وكان في نوعين هم السيدين، واحد خفيف في الوزن ولكن قوي غير قوي، والاخر قوي وثقيل في الوزن. انا كنت حابه اعمل الريسيبي الخاصه انه احنا ننتج بعد كذا بلوك 100% من مادة البوزيلان، سواء من الحجر من كسره من البودرة حقته اللي هو البركاني، على أساس أنه هو يوصل أنه يكون خفيف في الوزن ويكون قوي في صلابته طبعا عازل وإلى آخره. والله فنانة. وطبعا هذا كلفنا كان في كثير، كان في إقبال يعني عليه في السوق. طبعا هو كان في إقبال عليه في السوق جدا عالي، لكن طبعا هو التوكس يعني خلينا نقول أخذ مننا وقت جدا طويل في موضوع التجارب الرسبيز هي الوصفة اللي تخلي البلوك نفسه. جميل جدا، بس أهم شيء نجح في الأخير. طيب نقول بسألك يعني من مصنع للمنتجات الإسمنتية ومؤسسة للتسويق، كيف تطورت أعمالك وكيف أصلا بتسوي يعني بالانس أو بتوفقي ما بين المجالين هذه المختلفة؟ في بدايتنا طبعا في 2013 قررنا وعملنا البحوث
عملنا البحوث على البلوك اللي هو البوزران وعملنا كل حاجة، بعد كذا نبغى نسوق له. الأفضل بالنسبة لي، قلت أنا أحب المجالات المختلفة، أحب مجال الأعمال عموما، فحبيت أنه أشوف كيف التسويق. طبعا التسويق هو أكسجين أي عمل، يعني مستحيل يكون في مؤسسة ما عندها أو مصنع ما عنده تسويق جيد، ما راح يمشي بدون تسويق. فبالتالي عملت المؤسسة، أول عميل كان عندي المصنع حقي، وبعد كذا بدأت أتوسع في المجالات، لقيت إنه إحنا برعنا في هذا المجال الحمد لله والشكر لله. صراحة فنانة نجود، أنت ألهمتيني إنه يعني ليش أستعين بأحد من برا، خلاص أنا أفتح شركة وأسوق لنفسي، فكرة حلوة. خليني أقول لك حاجة بس معلش، التسويق للمنتجات الإسمنتية شائع، يعني كان في موجود مؤسسات أكيد كثير، لكن نفس هذا المنتج شوية مختلف عن تسويق خلينا نقول مأكولات مشروبات أو أزياء أو غيره، شوية له الكاريزما حقته. فبدأت فيه بشيء خاص فيه. حلو. طيب نجود، هل بتشوفي أنه الدعم المعنوي يعني هو أهم شيء للمرأة، يعني أو في أنت عندك فلسفة مختلفة للدعم؟ الدعم المعنوي مهم ليس فقط للمرأة، مهم للمرأة والرجل. لأنه أنا من وجهة نظري أن الإنسان دائما هو رأس مال نفسه. أكيد. فبالتالي إذا أنت ما لقيت دعم معنوي من الأهل، بداية من الأهل الأصدقاء ومن ثم من الخارج، وأكيد دعمك يكون من ذاتك في البداية، ما راح تقدرين تنجزين، لأنه هذا جزء لا يتجزأ من حياتك الخارجية. فطبعا ضروري الدعم، وأنا للأمانة اليوم اللي وصلت له من دعم اللي حولي، يعني سواء عائلة أصدقاء وإلى آخر. أكيد الله خليهم لك. طيب إيش تعتقدي مثلا بينقص سيدات الأعمال سواء السعوديات أو حتى العربيات في أنهم يقدموا أفكار وأعمال مختلفة؟ اليوم أنا حقول في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لا يوجد شيء ينقصهم سوى الرغبة والمبادرة. أنهم فقط يبادرون. في كثير مؤسسات اليوم بتدعم الفكرة، صارت ممكن يعني أحد يتبناها يأخذها يستثمر فيها. اليوم ما شاء الله تبارك الله كل المؤسسات مفتوحة سواء خاصة أو حكومية، فأنا ما أشوف اليوم أنه صاير في عائق إلا الإنسان ذاته عائق لنفسه. طب نجود، ما أبغى أسألك إيش مشاريعك القادمة، طيب بس أبغى أسألك إيش الخطة اللي أنت بترسميها لنفسك، أو كيف بتحاولي تنفذي خططك، أو كيف بتسوي خطة للسنة أو يعني للشركات اللي عندك؟ للأمانة إحنا علشان نقدر نخطط أو نتوسع ونبدأ مشاريع دائما بكون طبعا معي الوالد بالأساس، ومعنا مستشارين نقعد نستشيرهم ونسوي خطط ودراسات جدوى لأي مشروع ندخل فيه. فإذا حنقول إنه إحنا عندنا مشاريع قادمة، حتكون التوسع في مجال، طبعا احنا انا عندي البلاط الموزايكو، عندي البلوك وعندي الانترلوك. احنا حابين نتوسع في نفس المجال بخطوط انتاج اكثر. ان شاء الله يا رب. طب اختم معاكي، ابغى اعرف منك مقوله مشجعه، شيء انت بتردديه دائما بينك وبين نفسك وتحبي انك تشاركيه معانا. للأمانة هي مقولتين. في شيء يمكن واحنا صغار كنا نسمع بس كنا نستهين فيه، اللي هي كلمة من جد وجد. فاحنا كنا دائما نستهين بكلمة من جد وجد، لكن فعلا من جد وجد، ولكن من لا يتألم لا يتعلم. يعني إذا أنت اجتهدتي ولقيتي، بس أكيد في الوسط في عقبات في أشياء، فإذا ما تألمتي ما راح توصلين أصلا لشيء أنك أنت تقدرين تفخرين فيه. بالتأكيد، وما في شيء مستحيل، واتس نيفر تو ليت، وما في شيء أكيد، الواحد لو يشتغل أكيد إنه حيوصل، حتى لو يجني ثمار شوية شوية، لكن في الأخير أكيد حيوصل لشيء جميل. وإحنا نتمنى لك التوفيق يا نجود، وإن شاء الله نشوفك معانا، وإن شاء الله شركتك تكبر ونستضيفك في يعني ونشاركك نجاحاتك المستقبلية. يعطيك ألف عافية نجود،